السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام السجاد وما أدراك ما الإمام السجاد سلام الله عليه. يروى أن الإمام السجاد عليه السلام كان يطلع في نصف الليل ويحمل جراب على ظهره، كان يحمل هذا الجراب على ظهره ويذهب إلى بيوت الفقراء ويدق باب باب ويعطيهم الدراهم والدنانير ويتصدق سلام الله عليه، وكان أيضا يحمل الطعام، وحتى كان سلام الله عليه يحمل الحطب، لأنه مثل ما تدرون قبل كانوا الناس يشعلون النار من خلال الحطب، فكان الإمام السجاد عليه السلام يدقق حتى في هذه القضية أنه شلون يعلقون النار الفقراء على مود يطبخون هذا الطعام، وكان سلام الله عليه يغطي وجهه على مود من يعطي الفقير الطعام أو المال الفقير ما يشوف وجهه وما يعرفه أنه هو هذا علي بن الحسين. لكن بمجرد وفاة الإمام السجاد عليه السلام عرفوا أهل المدينة أنه اللي كان يدق بيبانهم وينطيهم المساعدات هو علي بن الحسين عليه السلام. ويروى أنه حينما وضعوا الإمام السجاد عليه السلام على المغتسل كانت الآثار موجودة، آثار الجراب والحطب على ظهر الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقال الإمام الباقر عليه السلام أن أبي السجاد عليه السلام كان يعيل 100 بيت من الفقراء، وكان ما يأكل شيء إلا يتصدق قبله إلى فقراء المسلمين. إلى اللقاء.